حب التحدي يدفع الفنان الحقيقي للبحث عن الأدوار الأكثر تركيباً وتعقيداً. ضيفنا اليوم فنان كويتي طموح عرفناه عن طريق خشبة المسرح. هو شخص محب للعمل، أب حنون وزوج صادق. شغفه الفني خلاه يجمع ما بين وظيفته الأساسية كخبير جنائي وأيضاً ممثل مسرحي. قدم نفسه بصورة مميزة وواضحة للجمهور، وعرفوه الناس من خلال عمل عرس الدم شاهين. تعرف اليوم وعن قرب على الفنان عبد الله عبد الحميد التركماني. عبد الله عبد الحميد علي بن حسين التركماني، مدرب معتمد في الاي اس تي دي، خبير جنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وفنان وممثل ومخرج مسرحي وتلفزيوني وسينمائي. عبد الله، طبعا سعيدين في هذا اللقاء. راح نتكلم عن وايد اشياء، لكن بداية الذكريات. مستعد نرجع حق ايام قبل عبد الله الصغير؟ مستعد. زين، اللي عرفت ان انت كنت يعني طالب مجتهد، تحب البيت والأهل، يعني ما كنت مسبب مشاكل وايد حق أهلك. صح، وكنت من النوع اللي يلبس القميص ويحطه داخل بنطلون وحزام، ولازم الجنطة، ممنوع إنه يكون في سير، ممنوع إنه يكون في دفتر حق كل المواد، نفس الباجي اللي هو الشباب سميهم، اللي هي فترة المراهقة وفترة الثبات الوجود يعني. لا، كانت عندي حق كل مادة دفتر ولازم يتسطر، يعني كان في اهتمام كبير من والدتي الله يحفظها حق هالموضوع. الله يحفظها. الله يعني كنت مشرف أهلك، تسوي الواجب بروحك، ما يحنون عليك، تدرس بروحك. والله كنت تدرين بروحي، والله بروحي. ليه الثانوية العامة، المرحوم الله يرحمه كان يقول لي بالثانوية العامة، كان وقتها يعني كانت حتى المناهج شوية صعبة، وكان الموضوع صعب، وكان يحتاج ساعات مدرسين أو أساتذة خصوصيين يعني. أنا لا، كان في مرة واحدة بس مر علي أستاذ، كان أستاذ مصطفى، درسني في أولى ثانوي في الرياضيات. بعدها لي رابعة ثانوي ما اعتمدت على مدرسين خصوصيين أبدا، اعتمدت على نفسي وتخرجت، وكان هذا يعني بالنسبة لي فخر أن أنت بروحك قاعد تدرس وبروحك قاعد تنجز، والحمد لله توفقنا يعني. الرياضيات كانت المادة اللي تخوف شوية، اللي أنا أعرف إن العديد من الفنانين الجانب العلمي عنده أو الأدبي عندهم شغال أكثر من العلمي، صح؟ لا، أنا العكس، أنا عندي العلمي أحلى. لا والله. أنا تخصصي رياضيات أصلاً، وبعدين تخرجت من الجامعة بكيمياء ورياضيات. كانت عندي واحدة من الأشياء اللي تضحك، إن في مادة الكيمياء في سنة ثالثة أو رابعة في الجامعة كان يصير في نوع من الـ يعني خلينا نسميها التكامل، اللي يسموه إنتيجرال وديريفاتيف وغيره. فكان الدكتور اللي درسني مادة كيمياء فيزيائية، أنت تستنتجين من القوانين والمعادلات قانون معين. فكان الدكتور يسألني يقول لي أنت شلون تقدر يعني من القانون الأساسي تشتقين 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 لين تطلعينه. فكان بالنسبة لي ممتعة، لأن أنا قاعد أطبق شيء درسته، فصاير عندي موضوع وايد سهل الرياضيات بالنسبة لي. فكانوا وايد ناس مستغربين إنه يعني شلون أنت بالنسبة لك الرياضيات سهل. يمكن لأن حبيتها فضل هذا الأستاذ اللي هو أستاذ مصطفى اللي درسني. يمكن أنت لأن قلت مدرس خصوصي، فمدرس خصوصي في المادة اللي أنت متفوق فيها نوعا ما غريبة. عادة يجي المدرس في المادة اللي الواحد مو ماشي فيها. لأن أنا سقطت فيها. فهمت قصدي؟ قصة غريبة. يعني في أولى ثانوي اللي صار معاي أنه في كل المواد أنا أموري فيها يعني الحمد لله متفوق وما عندي مشاكل، إلا الرياضيات في أولى ثانوي سقطت فيها يب 6 من 20. فصار عندي نوع من رد فعل. يا أبوي الله يرحمه قال لي لا، أنت تحتاج حق مدرس إنه يقويك. وهذا اللي حصل فعلا في أولى ثانوي. في الكورس الأول أو في الأسابيع الأولى يعني هذا الأستاذ أستاذ مصطفى ودرسني وعلمني وخلاني أحب الرياضيات. بعد ما صار هذا الموضوع، لا، صارت بالنسبة لي الرياضيات مثل ما تقولين تدريب، كل يوم قاعد أدرب نفسي إن أنا بالأرقام بالمعادلات بالاشتقاقات. فصارت محببة عندي، انتقلت معي للدراسة في الثانوي، في ما بعد الثانوية اللي هو التطبيقي والجامعة وغيره. حلو. لما تتكلم وايد تذكر الوالد الله يرحمه. صح. يمكن كان له تأثير عليك بوايد أشياء، واللي سمعت أنه هو في البداية يمكن مشوار الفن كان مستغرب من رغبتك فيها. صح. لكن بعدين على كبر مش الحال؟ مش الحال، يعني هو شوفي بالأخير أنا، لأن علاقتي أنا مع والدي شوية فيها
يعني علاقة صحوبية أصدقاء يعني يعاملني معاملة شوية مختلفة لأن أنا الكبير أقرب له يسولف معاي أشياء يمكن ما يسولفها مع أخواني. وطبعا كل واحد فينا ترى يشوف أبوه مختلف حق للجميع يعني، فأنا هم هذا الحق لي إن أنا أشوف أبوي مختلف. فكان فعلا هو يعلمني أشياء وايد يعني، منها الشعر، منها ممكن تكون قصص قصيرة، ممكن تكون مفارقات، ممكن تكون مواقف طريفة يعني، كلها لها بالتاريخ ولها لها في الـ في الـ خلينا نقول في الروايات القديمة اللي تنقال في نفس ألف ليلة وليلة وغيرها. فتأثيره علي كبير، يمكن فاجأته في هواياتي المتعددة اللي هي الكشافة، اليونسكو، الجوال. كان عندي عمل نقابي في الجامعة في عن طريق قائمة الوسط الديمقراطي أيام ما كنت أنا طالب في الجامعة، كان في عندي وايد اختلافات. يات التمثيل هو اللي باقني من هذه الهوايات كلها. فهو استغرب أن أنت يعني تبي تترك كل شيء عشان التمثيل، مع العلم أن أبوي كان هو ملاحظ هذا الشيء من وانا صغير. كان عمري تقريبا 6 سنوات، كنت أبوق منه أشرطة اللي هو اللي أجرها من المحل في حولي، فكنت أبوق الأشرطة وروح في غرفتي اللي عبارة عن 4x3 أحط التلفزيون أيام الأشرطة VHS والبيتامكس وأقعد أطالع. فكان هو يلاحظ أنه خلال من مشاهدة واحدة للمسرحية أو للفيلم أو للرسوم المتحركة أيًا كان أحفظه وابتدي أبني عليه، تتقمص الشخصيات بالضبط. يعني أوصل لمرحلة أن أنا أتعايش معها يعني، فجأة ولا ماسك عصا مخمة على أبو النسيف. فبيني وبين نفسي ترى يعني بيني وبين نفسي، وكان أبوي لاحظ هالشيء اللي خلاني أتوجه للتمثيل. قلت لك يمكن موقف معين صار أيام الجامعة مع الربع، شافوني أن أنا عندي القدرة أن أنا أسرد قصة، عندي القدرة أن أنا أسرد حكاية شعر. يا يوسف كاظم قال لي تعال دش الجامعة، ومن هني دشيت التمثيل. وأبوي ما كان بالبداية مو محبب، لا يعني في استغراب إنه يعني صار عندك القدرة، استنكر يعني إن الهواية هذه قاعد تصير واقع، النص يصير واقع بالضبط. فصار إن كل حياتي في التمثيل واللغة الباجي كلها. هذا اللي حصل معي. طبعا أبو عبد الله الله يرحمه توفى قبل لا نتزوج بسنة وشيء، وإحنا اتفقنا من البداية إذا الله رزقنا ولد راح نسميه عبد الحميد على اسم المرحوم الله يرحمه. طبعاً أنا ما سنحت لي الفرصة أني أنا أتعرف عليه مع الأسف الشديد، لكن عرفته عدل وعرفت شخصيته وعرفت طيبة قلبه من خلال تعامل عبد الله مع ولده، ش كثر هو متعلق فيه وش كثر أهل عبد الله كذلك متعلقين فيه. يعني مو بس لأنه هو حفيد بالعائلة أو أنه هو ولد عبد الله، لكن عشان اسمه عبد الحميد. فهذا الشيء أكيد أنا وايد استشفيته من حركاته من أفعاله. عبد الله دائما يطالع ولده ويتذكر مرات عيونه تدمع، أقول له ليش عبد الله شفيك؟ يقول لي أنا بس تذكرت أبوي، كان ودي أبوي الله يرحمه يعني يشوف عبد الحميد ويفرح فيه مثل ما أنا فرحان فيه. طبعا علاقتك في الوالد الله يرحمه مبين انها اثرت عليك كأب. صح. اليوم بعد ما اصبحت اب الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يخلي لك عبد الحميد. يمكن هذه ابارك لك بشكل متاخر. لا بالعكس. بس يعني الكل يشهد لك كأب ان انت يعني حاب الابوه. صحيح. وقاعد تستمتع فيها. فواضح ان تاثير الوالد يمكن هو اللي يعني كان مثال ممتاز للابوه. 100% يعني. وانت قاعد تسولفين معي قاعد تذكريني في مواقف وايد يعني، من الاشياء اللي انا اتذكرها اللي كانوا يقولون لي اياها. طبعا ممكن انا كنت صغير ما اذكرها، بس يعني ممنون لها كثير حق ابوي. يعني واحده يعني من اكبر المواقف اللي انا ما شفتها في حياتي، ولكن اللي قالوا لي اياها عمامي، عمتي، امي. انا اول ما انولدت نوف، ابوي كان يمشي في الشارع ويوزع حلاوه مكنتوش شاري علب يمكن بدون مبالغة 20 علبة، يمشي يوزع، أي أحد يوقف في الشارع يعطيه حلاوة، يعطيه شاكليت. فهذا الشيء أنا ممنون له وايد. في المقابل في أشياء ثانية أنا عايشتها معه وعاصرتها. يعني عمره ما كان يبخل علي بولا شيء. يعني كان عندي تكرمين كرتون مال حفاضات مال بامبرز يعني قديم شيء لونه بنفسجي، مليان ألعاب عندي. بدال الكرتون الواحد عندي 20 كرتون. اللعبة اللي تنشرها لي مرة ومرتين ثلاث ما عنده أي مانع. كنت طفل مدلل جدا فوق ما تتخيلي. وأنا صغير لفترة خلينا نقول 18 سنة، بعدها تغير الموضوع.
في الفترة هذه ما بخل علي ولا شيء، كان يشتري لي يعني حتى العيدية اللي أنا كنت أخذها إذا كانوا عيال عمي يأخذون 3 دينارين أنا لا كنت أخذ 10. منو كان يأخذ وقت 10 دنانير؟ وكان كل شيء على حسابي وقتها، وكنا نطلع عيال عم وعيال خال العشاء من هنجري باني على حسابي. زين الكرة اللي نشتريها من البقالة، نشتري 3-4 كور بلاستيك، هذه اللي هي الكور القديمة نلعب فيها بالحوش، 5-6 كور لأن ممكن واحدة تضيع واحدة تنبط من النخل وغيره. فكان يعني الله سبحانه وتعالى يعني أبوي ما قصر علي بصراحة يعني، وعزز عندي وايد قيم وأشياء كبيرة يعني، القراءة، المطالعة، السؤال دائما عن الشيء اللي أنت ما تعرفه، الإنصات، حتى لما تيجي تسولف تتكلم مع الناس لازم يصير فيه لباقة في الكلام، الكبير الصغير المراهق لازم كل واحد يتكلمه بأسلوب يكون محبب حقه، ما تحسسه أنه هو بدون قيمة. حتى الغريب يعني أبوي الله يرحمه حتى في فترة مرضه نوف لما كنت أودي كانوا البورتر أو العمال اللي هم اللي يدزون الويلتشير يتسابقون علشان يدزون أبوي. السبب ليش؟ لأنه يعاملهم زين، زائد أن الله يرحمه كان شوية يبالغ أنه يعطيهم يعني مثل ما تقولين مساعدة يعني كان يعطيهم مبالغ فيها، كان مثلا يعطونهم دينار أو نصف، أبوي كان يعطيهم 5. كانوا يعني بالنسبة لهم أبوي كنز يعني. أجمل شيء لما الإنسان يغيب ولكن تظل ذكرى جميلة جدا عند كل الناس. وأتوقع أنه حتى أنت، لأن لما إحنا كنا قاعد نسوي الإعداد اكتشفنا انك مو مختلف ويا ولا احد، ما عندك اعداء. لا ما عندي، ليش؟ كل الناس يشهدون لك بالخير. الحمد لله، فاهنيك صراحه. الله يخلي تسلمي على هذا الشيء. الله يخلي تسلمين. هو حتى هذه سالفه الاعداء، وهذا واحد شو بيكسب فيها بالدنيا تصدقيني؟ يعني ما راح تكسبي شيء بالدنيا غير السمعه الزينه والكلام الطيب بس. حلو. مستعده الحين للانتقال الى الاهتمامات؟ ما عندي مشكله. اي يلا ننتقل حق الاهتمامات. من اهتمامات عبد الله التركماني الخط. صح، الخط العربي. ايه. وهذه شغله طبعا اكتسبتها من الوالد ايضا الله يرحمه. هل لازلت تمارس هوايه الخط العربي والى وين طورتها؟ هي الخط العربي تم انا معاي من وانا صغير، يعني من وعيت ان انا قمت اكتب وكنت احب القلم الحبر، ففي دفتر كان موجود يكتب فيه حكم ويكتب فيه شعر، فانا كنت ارسم تحته ومن دون علمه. بعدين لما درى ما كان في عنده رد فعل كبير، يعني ليش سويت كذي وعاتبني يعني. كنت صغير وقتها، شي يقول لي يعني، فقام يمسح اللي انا كتبته بالكوركتر، وللحين عندي الدفتر محتفظ فيه. فاتذكر انه كان السبب انه يكون خطي زين من عمر صغير، هذا السبب انه لان ابوي كان خطاط، فاكتسبتها بشكل فطري يعني، بسبب انه والله انا مشاغب واقعد على المكتب واسوي نفس ما هو يسوي، وتمت معي. كتطوير ما طورتها لمرحله عاليه، طورتها لمرحله مرضيه لنفسي يعني. لما اجي انا اكتب مثلا تقاريري في الدوام، لما اجي انا اكتب مثلا شيء في التصوير في الـ في الـ في المسرح، ملاحظاتي، خطي ما شاء يعني الحمد لله انا شوفه واضح ومرتاح منه لانه قاعد تفنن فيه، قاعد يتعبر عن شخصيتي. هذا عبد الله شيء وايد نادر الحين مع الاجيال الجديده. أيه. الخط، لان كل كتابتهم على الكمبيوتر على اللابتوب. صح ولا لا؟ صح. حتى احنا الحين بدينا يعني اي ملاحظه تفتح النوت مال التليفون. صحيح. او الايباد. فقام موضوع الخط هذا يندثر نوعا ما. صحيح. للاسف. انزين، بالاضافه الى الخط العربي. أيه. كان عندك اهتمام بكره القدم. صح. صار على هذا الاهتمام؟ هذا كانت كرة القدم، هذه يعني كانت هوايتي المفضلة مع ربعي. يعني كنت أنا أحب ألعب كرة يعني بساعات طويلة. إحنا وقتها ما كنا صغار، ما كان في نفهم شوطين وشوط لا كنا نلعب لين نتعب. إنه خلاص قاعد نلعب ونقول عادي تصير نتيجة 20-50. ايه؟ عادي لأن قاعد نلعب. ايه؟ لين تنزل الشمس وتغيب. فانتقلت هذه الهواية إلى شوية لمرحلة النوادي يعني. بعد ما انتقلنا من بيتنا في العرضية رحنا سكننا في مؤقت في حولي بشقة يم نادي القادسية. فدخلت نادي القادسية مع الربع هناك، وهذا استمريت فترة يعني تحت 18 أو يمكن 18 ما أذكر بالضبط كم، فكنت ألعب معاهم. فكان في عندي صديق اسمه حسين. كان إيراني، لحد ذكر إيراني الجنسية لوايد أسباب. زين، فلأنه ما كان يكلمني عربي كان يكلمني إيراني، فأنا ما أفهم شو يقول يعني، مرات كان يصير كذي. فمرة واحنا قاعد نلعب طقني على ريلي طقة قوية يعني، طقني على ركبي اليسار وتمت معاي فترة. إصابة. بعدها إصابة، بعدها أبوي قال لي بعدها ما تلعب كرة.
انتهى. ما راح تروح النادي ورفض ان انا اروح النادي. من يومها انا وقفت لعب كره. وهو حتى يمكن اتوقع الله يرحمه كان زعلان لانه رحت القادسيه لانه هو كان عرباوي. يعني شغله انه يعني موجوده كانت في حياته انه عربان عرباوي متعصب يعني. بس وقتها وقفت فعلا يعني. للحين قدساوي؟ والله ما اشجع لا العرب ولا القادسيه، اشجع الكره، احب الكره. بس اللعب الحلو. بس اللعب الحلو ايوه بالضبط. يعني حتى في كاس العالم ما كنت اشجع اي فريق، كنت طالع اللعب الحلو. صراحة تستمتع تشجع ما تحب التعصب. لا يعني الكرة هي للمتعة أو يعني لتفريغ شحنة موجودة عندك أنت بداخلك، وفيها فن وفيها أدب وفيها أخلاق وفيها يعني فهمية، فيها سرعة بديهة عالية يعني. الناس ما تشوف هالشيء هالجانب، تشوف جانب التعصب اللي هو الهدف وأن هذا الفريق أفضل من هذا وهذا أحسن من هذا، وهذا اللي أنا ما ألتفت له. لا أشوفه عادي يعني، شجعت هذا ولا هذا، فوز ولا خسارة، هذه هي عملة يعني لوجهين لعملة واحدة، يا تفوز يا تخسر. صح صحيح. بس يصير عندك أخلاق رياضية أن تقبل في الخسارة مثل ما أنت تكون فرحان بالفوز. هذا حقيقة يعني، حقيقة لكن صعبة أن الواحد يطبقها. جدا صعبة. صح. إلى جانب كرة القدم، من ألعاب الطفولة اللي كانت تهمك قطع الليجو. الليجو وللحين تهمك قطع الليجو؟ للحين قاعد أكلم ولد عمي قبل يومين أقول له يجيب لي شيء من أمريكا ليجو، فيدز لي يقول لي شدز شايب لك. وايد أنواع فيه. هذه لعبة الليجو هي اللعبة المفضلة عندي لأنها متعلقة في حلم حياتي من وأنا صغير. أنا كان حلم حياتي أن أكون مهندس معماري، أعمر بيوت. فكان عندي هذا الهوس. مرات كنت أجمع من الكراتين، أو فترة من الفترات كنت أجمع صناديق الميوة الخشب، هذيل الصغار المثلثات وهذا، فكنت احطهم مع الغراء واركبهم فاسوي بيت او اسوي حظيره او اسوي عماره. بيني وبين نفسي الليجو كان هو الجانب اللي مشبع بالنسبه لي. اقعد اتفنن اسوي مدينه، بعدين احط خشب، بعدين اسوي مرتفع. هوس عندي الليجو الى الان. انا اجمع الليجو، احب. ما ادري ليش. بتقولي لي يعني موجودة معك من وانا صغير كعادة؟ لا، هي أكبر من عادة. يعني كنت أنا أجمع فلوسي، فلوس العيدية، علشان أشتري لي قطعة ليجو. تخيلي يعني، يعني والقطعة اللي أشتريها يعني تكون هذه القطعة الكبيرة بو 80 اللي قصر أو قلعة أو وليحي ترى عندي الألعاب والقصر والدنيا. عندي ألعاب موجودة معاي من وانا صغير، أمي محتفظة فيهم للحين. تبي تعطيني إياهم بس ما ادري، خايفه الحين تعطيني عشان عبد الحميد ما ادري لا يكسرهم. يعني تدرين ان هي عباره عن قطع صغار، يعني ممكن تضيع او ممكن انه هو يعني يبعد الشر عنكم انه ممكن يبتلعها او شيء كذي. بس هذه الليجو متعه. صح. زائد البازل اللي هو التركيب العادي كلوحات، بس تركيب اللوحات هذا يبي له يعني مكان اكبر. يعني مساحه، لان تبي تركبين 1000 قطعه. أيه. 1500 قطعة. شوية فيها تأخذ وقت. بس صح. الحلو فيها أن تريح البال. بالضبط. فيها نوع من أنواع تأمل أو مديتيشن، تلغين يعني كل الضغوطات اللي في الحياة، تصير تركيزك على هالشيء. بالضبط. عبد الله وايد يتعايش مع الشخصيات، وانتم عارفين انه دائما ياخذ كذي ادوار مركبه وشخصيات مركبه، فلما ياخذها ينقلها للبيت. يعني هذه واحده من الاشياء اللي هي ينقلها داخل البيت. فلما اخذ شخصيه نصور المرتفع في كحل اسود قلب ابيض، كان مرات يخرعني في البيت، يعني يركض وراي ويسوي حركات ويتقمص شخصيته. فهذا الشيء وايد يعني كنت استغرب منه، فدائما اقول له الله يخليك لا تاخذ دور شخص شرير او مجرم او شيء كذي عشان ما تنقله للبيت. ففعلا هو وايد يتعايش مع الشخصيات ويعيشنا معاها في البيت. دوامك الأساسي عملك كخبير جنائي مختلف تماما عن عملك بالفن. أي. اللي هو أنا ما أبي أسميه مثلا هواية أو صح. شغف، أو هو عمل حقيقي يعني ومهنة التمثيل. فشلون يعني عبد الله المسالم الهادئ اللي هو ما عنده اعداء تقدر تشتغل في مهنه يعني خلينا نقول فيها ادله ودم وتطلب قلب قوي؟ صح. جدا. كلمنا عن جمعك لهالمهنتين. يمكن هي خلينا نسميها المصادفه، انا اسميها المصادفه، يعني مو بيدي، يعني هذا الشيء صار غصبا عني. يعني ساعات الانسان يتمنى، مثل ما قلت لك انا تمنيت اكون مهندس معماري. الصدمه اللي صارت معي في الكويت على ايامي ما كان في
هندسه معماريه او عماره الحين صار في كليه الهندسه والبترول في قسم او تخصص العماره. فصدمت ماكو شيء اقدر ادرسه احبه. كنت شاطر بالكيمياء يعني هالشيء كان يصير وياي والرياضيات. تخصصت كيمياء ورياضيات بالجامعه وانتقلت بعدها لين تخرجت من الجامعه. بعدها رحت مصر درست علوم جنائيه لان كان المجال اللي مفتوح للعمل فقط اللي هو العلوم الجنائيه الادله الجنائيه. فرحت وخلصت ورديت وتعينت في الادله الجنائيه ورحت اداره مسرح الجريمه لان هي اكثر اداره او اكبر اداره فيها عمل ميداني عمل حقيقي. نعم. باقي الاعمال اللي موجوده في المختبرات وغيرها عمل معتاد وانا جربته في حياتي وحسيت ان انا متشبع منه من ايام الجامعه. فرحت اشتغلت كخبير جنائي في هذه الاداره واستمريت. تمت معاي المعاناه بفتره بسيطه اللي هي ايش كثر انت قاعد تشوف مشاكل موجوده في المجتمع بس انا قاعد اخذها بجانب ايجابي. ايش كثر حياتي عيل افضل من ناس كثيرين يعني. زائد ان انت قاعد تعيشين في فتره من حياتك كعمل مختلف يحتاج الى تحليل يحتاج الى تفسير يحتاج الى تركيب الاشياء. فصار كنا لعبه ليجو بالنسبه لي. فصار لزمه في حياتي حتى الى الان انا استخدمها. الربع ساعات ما يقدرون يخلصون مثلا قضيه معينه او تقرير معين فاقول ما تعرف تلعب ليجو. فيضحك يقول لي شنو يعني ما اعرف العب ليجو. فاي انا ابتدي اكسرها احللها. استمريت في هالمجال الى الان يعني صار 16 سنه 18 سنه انا موظف في هذا المجال. للأمانة أنا دائما أحس أني أنا قاعدة مع شخص يعني للحين ما أعرف كل شيء عنه. صدق أنه هو ريلي وبيننا عشرة عمر وبيننا يعني ياهل، لكن مرات أستغرب منه خصوصا لما أسمع عن بعض القضايا يعني بالجرائد بالسوشيال ميديا. فأي أسولف وياه أقول له سمعت عن القضية الفلانية فهو يضحك يقول إيه هالقضية مثلا كانت عندي. أقول له عبد الله ليش ما تسولف ليش ما تقول، يقول لي بس يعني لأن هذا شيء مختلف يعني لأن يتعرض الأمور مثلا يشوف جثث يشوف مواقف معينة ما يحب أنه هو يجرحني فيها ولا يحب أساسا أنه هو يدخل هالطاقة السلبية داخل بيته. فهذا الشيء أنا وايد أحترمه عليه وكممثل شخص جدا مختلف يعني هذا شيء وهذا شيء ثاني. زين عبد الله يعني التصوير ياخذ فترة طويلة صح. واحيانا الفنانين يضطرون يسافرون لمواقع مختلفة صحيح. اوكي شلون تقدر تجمع ما بين دوامك الاساسي وما تخفق فيه وما تقصر صح وهم نفس الوقت تعطي التمثيل حقه يصير هو على التنسيق والله يعني. يعني مرات يصير انه والله تاخذ اجازه مرات ما تقدر تاخذ اجازه تضطر تاخذ تفرغ مرات ما تقدر تاخذ تفرغ تنسق مع 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 ضابط الزامل اللي موجود انه والله تقول انا عندي بهالفتره ساعات القليله هذه عندي انا بروفا مثلا فهو يعطيك استئذان او يعطيك رخصه على هالموضوع تروح تخلص وترجع فيصير الموضوع فيه تعاون. يعني في واحدة من الأشياء اللي تضحك أو يعني خلينا نسميها موقف أنا ما أنسى حق هذا الرجل يعني كنت قاعد الله يذكره بالخير قال أبو أحمد اللي هو عبد الرحمن القبندي هو رئيس قسمي كان لما كنت أدرس في المعهد كنت موظف فكنت أقول له أنا ريال أدرس وأحتاج أن أنا أطلع فترة الصبح أروح أحضر محاضراتي وأرجع قال لي خلاص ما عندي مشاكل وكان معاي يعني لآخر درجة داعم بشكل كبير هو كان يقول لي روح هو الرجل عسكري يعني مو عسكري عادي كان يعني حتى كان عسكري بمنصب عالي اللي هو برتبة عالية رائد ومقدم يعني فكان فضل له كبير أنه هو كان يخليني في أثناء الدوام الرسمي اللي يكون دوامي يعطيني رخصة عن أمره وأروح أكمل دراستي وأرجع فهذا الرجل ما أنسى له هذا الفضل أنا ممتن له جدا يعني إلى الآن طبعا هو تقاعد الحين يعني الله يطول بعمره ما أدري وين أراضيه بصراحة واحد دنيا تلاهي يعني بس أنا أقول لك إياها هو كان متعاون فأغلب اللي موجودين معاي متعاونين خصوصا في خلينا نقول في التوفيق بين التمثيل والإخراج وبين الوظيفة الأساسية. والله أنا أخاف أتكلم وايد عنه يقولون قاعد جامل وقاعد تسوي حركات لأن فعلا تعجز الكلمات عن ما أقول لكم وصف مشاعري هذه بصوب لكن مواقفه داخل بيته مواقف جدا كبيرة. أنا أعتقد أن عبد الله يعني هو دعوة أمي الصادقة ودعوة أبوي الله يرحمه لي أني أنا الله يوفقني مع إنسان فعلا يصوني ويكون وايد زين. عبد الله إنسان رائع بكافة المقاييس هو مو بس زين معي
كمرته، وكذلك زين مع أهله، مع خالتي، مع أخته، مع أخوانه. فالحمد لله على هالنعمة، وإن شاء الله الله يديمها علينا. ودائما أنا أقول له أنا فخورة جدا فيك أنت كونك يعني أبو الأبنائي، لأن أنا أشوف إيش كثر هو حنون مع ولده، إيش كثر يتحول يعني في لحظة إلى طفل. أنا أستغرب منه مرات إنه يسوي حركات، يمثل مع ولده، يضحك مع ولده، يتغشمر مع ولده، ما عنده أي مشكلة إنه هو يقعد يوم كامل معه. فهذه نعمة من رب العالمين، الله يخلي لي إن شاء الله. ننتقل الحين إلى الفقرة الأخيرة اللي هي العلاقات الإنسانية. تمام. طبعاً علاقة جداً جميلة تجمعك مع الوالدة. صحيح. إنزين، أنت وايد كلوس مع بعض وقراب من بعض. إيه، غازلها. معروف إنك ما يعني ما تترك زوارة ولا. لازم. إيه، شلون تقدر إنك تنسق بين كل هالأشياء؟ يمكن هو الصعوبة في التنسيق في هذا الشيء، لأن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإنسانية تحتاج يعني وقت. أنا ما عندي هذا الوقت، فلما يصير فتشة اللي هي راحة، اللي هو خلينا نسميها استراحة الممثلين والفنانين، اللي هي في فترة الإجازة، فترة الإجازة اللي ما كنت أشوفه أعوض نفسي إن أنا أشوفه، أزور عمي، أزور خالي، دوانية خالي لازم أروح، عشان لما تي فترة اللي يكون عندي تصوير يعذروني، يدرون إن عبد الله عنده تصوير فعشان كذي ما يقدر يجي. نعم. فهذه العلاقات الإنسانية ما أنساها، يعني مثلاً زوارة يوم السبت اللي هو بيت أبوي لازم نكون موجودين. يمكن يصادف معنا التصوير هالأسبوع، يصادف معي التصوير. ايه؟ أنا ويا حبيبة. ايه؟ بس لازم عبد الحميد يكون موجود. عندهم. فهمتي الفكرة؟ يمثل العائلة. يمثل العائلة، ولو إنه كان يعني بعد ليل حين مواعي، بس لازم يكون هو موجود. هذا الشيء تركه هم من والدي، إنه يوم السبت لازم يكونوا موجودين، الغداء لازم تكونوا كلكم موجودين على الطاولة. علاقتي مع ربعي، مع زملائي، أحب أنا يجمعهم عندي في البيت، يجون عندي بدون مناسبة. نعم. إن أبسط كلمة، مرات أكون قاعد بروحي وما عندي شغل أسوي، أقعد في بيت أبوي بالدوانية، أدز فويس صوتي لهم، ترى يا جماعة أنا قاعد في بيت أبوي، القريب يمر حياها الله. أو مرات أدز لهم إن أنا ما شفتكم من فترة ومشتاق أشوف لكم، تعالوا. حلو، يعني واصل فيهم. ربعك حتى لازم. أصدقاء الطفولة وايد متفرعين. والله يا نوف، أنا تزوجت تورطت، أنا تورطت، لأن عندي ربع في الجامعة، وعندي ربع في التطبيقي، وعندي ربع في الكشافة والجوال واليونسكو، وعندي ربع في المعهد، وعندي ربع في التمثيل، وعندي. فلما تزوجت تبهدلت أنا، لأن لما جيت التصوير بالنسبة لي كان يعني صورنا صور الله لا يوريك. طبعا للحين أنا مو مستلمهم صور، إلى الحين صور. شنو؟ صور عرسي. آه. مو مستلمهم للحين. تمام. فعندي حتى في الواتساب جروبات، جروب الجامعة، جروب القائمة، جروب اليونسكو، جروب هذا. فألتقي معاهم، ما أقاطعهم، ما أحب أقاطع أحد. أساساً الهنيمون لا ينسى، فالحركة اللي سواها عبد الله كانت وايد غريبة بالنسبة لي، خصوصاً إن إحنا سافرنا تقريباً 4 دول، وكل دولة تنقلنا من خلالها بالطائرات الداخلية بين مدينتين إلى 3 مدن. فصدمني عبد الله إن كانت وياه جنطة وايد ثقيلة، فكنت كل ما أسأله شنو داخل الجنطة ما يرضى إنه هو يجاوبني. لين وصلنا إحدى الدول ففتحت الجنطة، انصدمت إن هي داخلها سيناريو مسلسل كامل. فمن كذي إحنا كنا كل ما نروح مكان أو كل ما نروح طيارة يوقفونا ويأخذون منا سعر زيادة على الوزن الزايد، فما كانت عندي إجابة للموضوع وانصدمت من الموقف يعني. فمن البداية عرفت إن أنا متزوجة رجل مدمن شغل. عبد الله، انت انسان المعروف عنك ايضا انك مدمن عمل. صح. فانا استغربت في فتره زواجك اللي سمعته انه يعني حتى شهر العسل خذيت شغلك وياي معك. صح. كلنا عن هالقصه هذه. انا اقول لك، هي طبعا انا في حياتي ما سافرت سفر يعني كاجازه او انه متعه او انه والله راحت بال. في ناس ساعه تاخذ اجازه تروح تسكر تليفوناتها، انا عمري ما سويتها. كل سفراتي اللي موجودة في جوازي القديم، طبعا الحين الجواز الإلكتروني، الجواز القديم كلها عمل، بزنس تريب، كلها شغل. نعم، يا مهرجان، يا تمثيل، يا رايح تمثل الدولة في مناسبة معينة، في أسبوع ثقافي، ما في. يا زوجتي شرطت علي شرط، قالت لي شهر العسل ما في شغل. تمام. عندي واحد من الأصدقاء الله يذكره بالخير، علي الحسيني أبو مهدي، في مسرحية احنا بنسافر فيها الجزائر في وقت شهر العسل. إيه.
فدق علي قال لي انا ابيك معاي وهذا وما عليه وعشاني وما شنو. قلت له الموضوع مو بيدي، بيد ام عبد الحميد. ام عبد الحميد ابدا ما تروح، يعني وكلمت اسمه شهر العسل. ايوه هذه مو شهر الشغل. فيات ابو عبد الحميد كلمت علي الحسيني قالت لا مستحيل، قالت لا ابدا انسى، جيب ممثل ثاني. فعلا جاب ممثل ثاني، والى الان هي عندها مشكله مع علي الحسيني انه ما قدر شهر العسل مالها. فصارت ان احنا سافرنا ورحنا، رحنا اول شيء عمان، بعدين سريلانكا، بعدين تايلاند، بعدين ماليزيا، بعدين تايلاند. في تايلاند كانت تسالني سؤال، هي قالت لي عبد الله كنا في جنطه عندك ثقيله. قلت لها ايه شو صار لنا ركبنا الطياره ولا 9 مرات تو تساليني؟ تقول لي ايه شنو فيها؟ قلت لها فيها نصوص مسلسل كحل اسود والله لا يحب المطار واي انت. فصار عندها انه يعني شلون انت يعني. قلت لها معقوله الحين انا انام يمك على السرير يمك ما سالتي شنو الملف اللي فيه اوراق وهذا؟ تقول لي بلى بس ما كنت يعني ما عندي نوع الفضول اللي موجود. وانصدمت ان مسلسل كحل اسود اللي هو كنت قاعد اتقرى فيه اللي هو دور ناصر المرتفع كان معاي في شهر العسل. فصار اتوقع ادمان شغل صار انه مو بيدي، صار انه حتى الوقت الراحه بالنسبه لي راحتي في الشغل. يعني اذا ما اشتغلت احس اني امرض خلاص يصير مالي لازمه. وهذه كلمه انا اقولها من زمان، اللي ما يلقى يعني لنفسه اهميه في المجتمع الكويتي تمام وحاب انه يكون مواطن بدون يعني بدون لا يكون مؤثر في مجتمعه خليه يركب العرف لا يتعبنا يعني. يسوي اشاعات ويسوي لويا ما نبي. هذا تصريح نختم فيه الحلقه. عبد الله عبد الحميد التركماني، سعدت بمعرفتك عن قرب واشكرك على روحك الجميله الطيبه وعلى ترحيبكم في كاستنا بهذا الشكل. الله يخليك، تسلمين يا رب. وانا دائما اقولها ان من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. مشكورين.